ايه الجمال ده يا حاجة كريم؟ ايوه يا قمر، معاكي يا قمر، معاكي معاكي، احنا معاكي. ماشي معاكي، واحدة واحدة. الكبريت. اي ماشي 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 ماشي، في براحة. الله ينور، الله ينور عليك يا قمر. انت معانا بقى النهارده اسطوره وحاجه جميله قوي من محافظه المنوفيه، معانا امنا كلنا الحاجه كريمه، يعني زي ما حضراتكم شايفين النور في قلبها ومالي قلبها. هتشربنا بقى دلوقتي احلى كوبايه شاي من ايديها. انت هتعملي، انت يعني بتعملي بقى دلوقتي الشاي؟ اه يلا خلاص بقى على ما الميه ما تغلي. ولا طيب خلاص احنا معاكي، يعني عايزه ماشي. اه هتعملي بقى انت الشاي دلوقتي، تظبطي بقى الكوبايه كده تورينا ان شاء الله. حاضر ماشي يا حبيبتي، انا معاكي. قولي لي بقى انت، يعني احنا بنرحب بيكي في ابو كبير ميديا. نعم بقول لك احنا بنرحب بيكي بقى في ابو كبير ميديا. اهلا وسهلا. اه يا حبيبتي إيه، قولي لنا بقى، يعني احنا معانا ما شاء الله ست بيت شاطره، إيه اشطر واحده تاكل من ده كل حاجه، مش بس الشاي بس. احنا قلنا ايه، نوريكم بس ابداع بسيط كده. اه يا حبيبتي إيه، قولي لي بقى انت قصه حبك بقى وقصه الجواز. لما رحت النور والامل اجتمعت بينا جان السادات وكانت عائشه راتب وامال عثمان، وقالوا لي انت تختاروا تروح النور والامل وكده، قلت لهم اه عشان يبقى ليا مستقبل وكده. ورحت هناك وكنت بشتغل سجاد على الانواد، وكنت بشتغل تريكو وبشتغل في قسم خرزان، يعني كنا كل يوم في حته. وبعد ما اتعلمت كل حاجه كده بقيت مدربه، ادرب لهم بنات واخرج البنات كل سنه. ايوه يعني انت اتعلمتي في مدرسة النور والأمل. اه اتعلمت في مدرسة النور والأمل، وقابلتي بقى جيهان السادات. هي اللي هي اللي قابلتنا وهي اللي اتكلمت معانا وراحت معانا هناك. وبقيت اخرج البنات كل سنة، وخدت دبلوم متوسط وشهادة معهد، ورحت أمريكا ورحت الأردن. كنا بنعمل حفلات بالبيانو وبالحاجات بالموسيقى. يعني انت كنت كمان بتعزفي على الات؟ كنت بعزف على الات. رحت الاردن ورحت امريكا ورحت النمسا ورحت كندا، ورحت عملت عمرة في السعوديه 15 يوم. ما شاء الله، ده انت سافرتي بقى دول الدنيا كلها. يعني احنا بقى بنحسدك بقى. وهم طول ما احنا هناك بجد كانوا بيعاملونا معامله كويسه، وكانوا عايشيننا اخر راحه واخر اتنا، ويهتموا بينا جامد. ايوه بس انا بقى كنت عاوز الحاجات الشهادات والحاجات بتاعت دي علشان عن بارس بقى مع السن ومع الايام. نسيتيها بقى. هتعملي لنا بقى كوبايه الشاي دلوقتي؟ حاضر ماشي، على هي الميه قربت تغلي اهي. ولا انت انت ماشي، يلا هتعمليها كده يعني.
بالراحه كده علينا بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعمليها اللي هو ايه؟ بالراحه 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 خليني بس كده. ماشي الله ينور. الله ينور. قولي لي بقى انت ليكي قصه يعني حب جميله قوي انت وعم الحاج. الحمد لله. بقى لنا كام سنه متجوزين بقى؟ احنا بقى لنا 32 سنه متجوزين. يا رب العمر كله مع بعض. الحمد لله. الحمد لله. وكنت بروح عند جماعتنا هناك بطبخ وبعمل لهم كل حاجه وقعدت سنه اخدمهم بعد ما حماتي. تيجي بقى يعني نطلع بره بقى نخرج بره على ما الشاي بقى يغلي. يلا خلاص ماشي. يا جماعة ما شاء الله عليها حافظة بيتها حتة حتة. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله يا حبيبتي. ماشي اتفضل اتفضل. براحتك. ماشي ماشي. ماشي كده. احنا معانا النهارده بقى يعني اعظم زوجين في محافظه المنوفيه واحسن زوجين هنا عندنا الحاجه كريمه والحاج سيد. 32 سنه جواز وقصه كفاح يعني وقصه حب عظيمه بقى هتقولها لنا البدايه. الحاجه كريمه احنا بنرحب بيكي. احنا طبعا كنا معاكي دلوقتي يعني كنت بتعملي الشاي. قولي لنا بقى يعني هتحكي لنا تاني بقى من البدايه اتعرفت عليه ازاي؟ البدايه بقى ان انا كنت في النور والامل واتقابلنا مع جهان السادات ومع عشا راتب وامال عثمان. ويعني قعدت هناك 20 سنه وكانت معامله كويسه وانا كنت بشتغل سجاد وبشتغل تريكو وكنا بنشتغل خرزان. السجاد كنا بنشتغله على انوار والتريكو كنا بنشتغله على متن والخرزان كنا بنشتغله اشغال يدويه. ايوه. واتعلمت خدت برايل خدت دبلوم متوسط وخدت معهد وسافرت بشهاده المعهد دي. رحت كندا ورحت الاردن ورحت امريكا ورحت النمسا. ما شاء الله بلاد كتيره لفتي. بلاد كتيره. عايزين بقى نتكلم عن قصه الحب بقى اتعرفت عليه انت هناك. والله هم تحكي يعني تحكي ولا اللي تحكي؟ بتوع النور والامل قالوا احنا عايزين نعمل يوم مفتوح. يعني الموظفين اللي كانوا بيجوا عندهم كانوا بيجوا عندنا. ايوه. فقالوا احنا عايزين نجوز الاولاد لبعضه. ايوه. فعملوا يوم مفتوح وقالوا كل بنت تقعد مع استاذ منهم واللي يعجبها واحد ولا تعجبها واحده يقول انا عاوز زي. ماشي. فجينا قعدنا مع بعضنا. والله ابو حماده اختارني وانا اخترته ولقيته انسان كويس ومؤدب وطيب وكده. فسالوني قلت لهم والله هو انسان كويس وكده وانا ايه يعني ما بقاش احسن منه. هو كمان اختار بس كانوا اهله اللي كانوا واقفين في الحكايه. ما كانوش عايزين. احنا احنا بقى بنرحب بيك يا عم الحاج سيد. الله يخليك يا ست. قول لي بقى بدايه. لا خليك خليك. لا خليكي بقى. اشوف واصب واعمل. عايزه تصبيه يعني؟ اه. طيب تعالي يلا. هنروح معاكي تاني تصبي شاي وبعدين هنجي لك تاني يا عم الحاج. براحة براحة. انا معاكي يلا. لا انا ماشيه معاك. عشان الشاي بقى هتعمله لنا الحاجة. ماشي اتفضل. خلاص كده هي غليت؟ ما هي غليت. ماشي. كده تطفي البوتاجاز؟ تمام. اي الكوبايه. براحتك خالص احنا معاكي واحده واحده. خلي بالك عشان بس تلاقيسه. لا
خلاص كده ماشي. يلا تعالي بقى انت كده خلاص عملنا الشاي. تعالي ماشي تعالي بقى يلا. احط سكر اللي يشرب؟ حطي السكر بره. اه طب خلاص تعالي بقى خلاص كفايه. تعالي بقى نتكلم بقى مع عم سيد. هي ما شاء الله عليها يعني جميلة ما شاء الله. طبعا بيتها احنا في بيتها حافظة بيتها حتة حتة حاجة جميلة قوي. يعني زوجين بيدونا مثال بقى للي هم ايه يقولوا بقى المرأة مش ملزمة ترضع، المرأة مش ملزمة تعيش كده. قولي لي ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ لا اه يعني رضعت احمد وربيته وكنت والله وهو صغير ساعة طبعا العيال الصغيرة بتزعف في الأرض. انت جا خلفتي بقى اتجوزتي وخلفتي جبت احمد. جيت اتجوزت وكان احسن يوم عندي يوم مولدت احمد. اه يا حبيبي اكبر فرحة لي. وبعدين انا كنت مخلياه حتة قشطة يعني لما اخذ معلش لو عمل حمام مبيض ما سيبهوش كده عشان تبقى ريحته صنار او تبقى اروح مغيره على طول مشطفاه وملبسه نضيف. وعلى طول كنت مخليه له هدومك على طول ريحتها جميله. اه وانت جميله يا ماما انت جميله. الحمد لله. قولي لي بقى يعني احنا هنقول بقى لعم الحاج سيد قصه حبك بقى. قول لنا قصه الحب. حادثه والله العظيم. اه هنتكلم عنها. قول بقى قول بقى اتكلم. طبعا كلمنا بقى يا عم سيد. الله يخليكي. انا كنت شغال في المعهد بتاع المكفوفين برضه النور قصر النور اللي في طريق عزبه شنوده الف مسكن مدينه اللي في مصر. ايوه. وربنا كرمنا المسؤولين عرفونا ببعض. ورحنا قعدنا في نور الامل واشوف شفت الانسانه دي والحمد لله رب العالمين ارتحت لاخلاقها وطبيعتها. يعني رباني كده لو لما قدرت اني من المنوفيه. انا ما كنتش اعرف المنوفيه الا ما هي اللي عرفتني. انت اساسا من المنوفيه؟ واساس اهلي من المنوفيه. اه بس سابوا البلد بقى من 70 سنه وقعدوا في الخانكه. ايوه مصر. فحصل الحوار بقى ما بيننا وبين الاهل واهلي واهلها عشان المكفوفين ما اتجوزوش بعض. فقلت لهم يا جماعه انا كنت بشوف واستكفيت على كبر نقدر ان احنا خدناها رخره واستكفت على كبر. فانا ما لقيتش منهم فايده فسبتهم ورحت ايه قاعد جاي لخالي واخوالي عشان اقعد معاهم يحلوا لنا المشكله. فهو اللي عايز يتجوز بنتنا يشوف سكن جنبنا. ده والدي. اه لابوها. فلما ما لقيتش فيه فايده القصد اني بحثت على سكن. بحثت على سكن. قول لي بقى انت كنت بقى بتزعل وتغضب وقول لنا بقى ثوره الحب. انا بقيت عند اخوالي وزملائي. ولغايه ما ربنا سهل وهذا الحال استلمت سكن وقعدت في البلد. قال برضو الكلام ما ينفعش لازم يكون في شغل ليها برضو. ورحت جاري انا ونفسي مع نفسي كده. فرحت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام الجماليه قدمت لها على شغل تبع الدمغه والموازين. وحولتها على المنوفيه هنا. بقت المهم شغاله في المنوفيه. المهم بقى قربتها هنا واتجوزته بقى. قلت له بص قلت له بص ادي الشغل يا حاج علي. ادي الشغل هو وادي الوظيفه ايه. ايه رايك؟ اللي باب اللي والدها بقى لابوها. يا عمي احنا خايفين بس اهلك يزعلوا. ما لناش دعوه لازم يكون اهلك ومش اهلك. قلت له انا ماليش اهل. هعمل ايه بقى؟ الحب بقى صعب. فهو اضطريت. وانتصر الحب. انت قلت لي كام؟ انتصر الحب. اتخطبتوا قد ايه بقى؟ قعدنا ثلاث سنين. لا هو ثلاث سنين دي ما كناش مخطوبين. يعني كان ثلاث سنين بقى عذاب بقى. وكان بيحوش معاكي بقى. عملت له جمعيات بالقبض بتاعه. وهو كان جاي ما كانش معاه حاجه بقى. يعني اخواتي كانوا واخدين كل حاجه وكده وكان جاي فاضي. فلميت القبض بتاعه وعملت له بيه جمعيات. قلت له الجمعيه دي سواء ليا او لغير. يبقى لما تدخل عليا يبقى معاك فلوس. فعملت له جمعيات ولميت له وكده وقبضتها وجاب بقى اوضه النوم وجاب الحاجات والشبكه والحاجات كده من الفلوس.
واتجوزنا بقى والحمد لله وكلفنا احمد بقى ربنا يسعده. تاني يوم لا انا يوم ما خلفناه الله. كنت بتربيه بقى وشلتيه؟ كنت بربيه وشلته وغسلتله وشطفته وبيت اغيره، ولو اي تعب كنت بروح، ما كنتش بقول لحد يجي معايا لدكتور ولا حاجه، كنت بروح انا بتمشي بيه لوحدكم؟ لوحدنا ونروح للدكتور والله، حتى لو كانت الساعه 2 بالليل كنا بنقوم نمشي لوحدنا. ما شاء الله والله. قلت لي بقى انت بتعملي كل حاجه في البيت؟ كل حاجه، ما بخليش حد يعمل لي حاجه. ايه بقى الاكلات اللي بتعمليها كده؟ بعمل كفته مكشوفه، وبعمل كفته برز، وبعمل سمك، بقلي لهم سمك وبشوي وبعمله صينيه، يعني على جميع الحاجات. كل حاجه انت عاملاها. قولي بقى انت كان ليكي زمايل كمان لما انت كنت في المدرسه بقى وانت صغيره؟ قلت لي انت شفتي فنانين كتير، مين الفنانين اللي كانوا بيروحوا لكم هناك؟ الفنانين اللي راحوا لنا جات لنا فاتن حمامه، وجالنا فؤاد المهندس، وجالنا ايمان البحر درويش. ايوه. وكانوا بيقعدوا معانا ويكلمونا، واللي كان بيجي لنا من بتوع القران دو دار. ايوه. ويعني الناس بتوع القران ده قلنا كتير. قلت لي كان ليكي زمايل بقى اتنين كانوا عايزين يتجوزوا، او كانت كان بيتخانق واحده عايزه تتجوز عمار، قولي لي بقى الحكايه. ده كانت واحده من المدرسين الكبار اللي علينا، كانت عايزه تتجوز عمار الشريعي والسيد مكاوي، بس هما ما فيش واحد فيهم وافق. يعني تمام كده. يعني تقولي لي بقى، انت قلت لي انا مع احمد كنت انت شايلاه من الالف للياء. والله. وبرده عمل، انت قلت انها عمل حادثه. ماشي معاكي، عمل حاجه. عمل الحادثه. اتفضل يا عم الحاج. ما خليناش حد غريب يخش علينا في حاجه. انا اللي كنت اعمل لابني كل حاجه واغيره، ولما اغزل وعايز يعمل حمام عاوز يعمل اي حاجه كنت تحت رجليه في كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزاكي بقى تعرفي الناس ان احنا يعني ستات بيوت شاطرين. معلش تعالي، انا عايزه عايزه الاضاءه تكون هنا، عايزاها هنا والله. تقعد لي هنا بس. انا كان زي ما اكون ما كنتش ببقى نايمه يمين. صعب بس ان انت مش نفسك كده اهو، انا تحت رجلي. يعني عايز ايه يا احمد؟ في ايه يا احمد؟ تشرب تاكل تعمل. تعالي بقى، عايزاكي تعرفي الناس ان احنا شاطرين كمان، مش في يعني مش شاطرين بقى في البيت بس، لا. الارنبيطه بقى. هات لها سكينه. يلا ودي. يعني كمان عندنا الحاجه كريمه، شوفوا زي يعني ما شاء الله كمان ست بيت شاطره بتعمل كل حاجه، قايمه على تربيه ابنها، وما شاء الله يعني ربنا يبارك لها فيه، والحاج بتخدمهم على اكمل وجه. يعني بتروحي السوق بقى وكده؟ بروح السوق وبجيب كل حاجه. ما شاء الله. الحاجه اللي ما تعجبنيش انقي غيرها. تمام. يعني لو حد جاب لي حاجه بايظه ولا حاجه ببص فيها وبقدر اعملها واقلبها واردها. هات لها سكينه يا احمد، خليها تقطعها بسرعه عشان. وبجاهز السماعة هنقرأ يا قرآنية. ماشي. انت كده شلت العروق اهو. يعني ربنا يسعدكم يا رب ويديكم الصحه. يعني عم الحاج صمم ان هو يتجوزها. انت قلت لي احكي لي بقى على حكايتي لما رحتي بقى البيت، كانوا اول مره حماتك بقى كانت يعني بتمتحنك، بتشوف انت بتعرفي تعملي اكل ولا لا. عملت لك ايه بقى؟ قالت لي يا كريم انا عايز اقول لك على حاجه. قال انت لما بتيجوا تعملوا الكرنب بتعملوه ازاي؟ قلت لها بنعمله ازاي؟ قالت لي قلت لها هات لي حاجه وانا اعمل لك واوريك انا بعمل ازاي. قالت لي حاضر، شيل العروق دي ولا ماشي. تعالي يا احمد شيل العروق. في صوت حي بتوش. ماشي كده بقى، انت خلصتيها؟ خلصتها اهي. قولي لي بقى، احكي لي حكايه حماتك بقى لما قالت لك بتعرفي تعملي كرنب ولا بتعرفي تعملي كرنب؟ لا ما قالتليش بقى بتعرفي تعملي، هي حطت الكرنب قدامي. ايوه. وسابتني. وقالت لي احنا نعمل محشي اهو. قلت لها مش حاضر. رحت ماسكه جابت لي سكينه وقعدت قطعت الورق ما شاء الله. وقطعت طلعت منه العروق وقطعته حايد
وقمت عملت الخط على كان ايامها بابور، ما كانش بوتجاز، ما كانش في بوتجاز، اه ما كانش بوتجاز، كان بابور. انا بقطعها حتت كبيره كده بس برجع اقطعها. ايوه ما يعني احنا بنعمل كده بس قدام الناس يعني. وبعدين جابت لي الكرومبة بقى، جابت لي بقى البابور ورحت مخرطه البصله وعندها، ورحت عامله الطماطمايه وقعدت خدحت البصله زي ما تنعمل الاول، ورحت ايه حطيتها طماطم بعد ما البصله استوت ما شاء الله، وخدحت البتاع السبيكت ورحت غسله الرز وحطاه وعملت لهم الخلطه بتاعت الرز ما شاء الله. هم يلفهم دفيت معاها. انا اول ما اتعلمت طريقه الحاجه دي ما كانوا اهلي بقى بيقولوا بعدها بتوجعهم ومش هتعمل حاجه. لقيت دي ورقت انا كنت يلفوا ويعملوا هم ويطبخوا وانا بقى قاعده ساكته ما بعملش حاجه. عندكم في البيت يعني؟ في البيت صغيره. ايوه بقيت اجيب ورقه ورقه كراسه ولا ورقه كراسه ولا حاجه واروح احط عليها يا حبيبي التراب وفريتها على ايدي كده والف الاكله يا قلبي. يعني يعني اتعلمتيها بقى ما تقلقش ما حدش بقى اتعلمت لف الكرنب في اللعب. شوفوا يا جماعه يعني ما حدش بقى ليه حج، لا ما حدش علمها، اللي عاوز يتعلم حاجه يتعلمها. والله اتعلمتها في الجامعة. وانا اقول لك ان انا كنت مفتحه بشوفهم هما بيخدعوا ولا بيعملوا، لا يا حبيبي ده جات ربنا كده يا حبيبتي يا حبيبي والله ما شاء الله. قولي لي بقى غبت سنه قالوا لك ايه بقى لما دقوا اكلك؟ حماتك بقى فرحانين بقى وحماتي قامت تحزن فيا وبتشفيا وحقت عليا كلمه ان انا كنت بتكلم عليك ده انت رحت تعملي احسن مننا ده وده انت وراحي صيفيتي قامت تبص فيا ما شاء الله. كانوا فرحانين قوي بيك؟ كانوا فرحانين. ما بقوش يعملوا اي اكل بقى لما بقوا يحضروني معاه. انت حفظت القران؟ قولي لي بقى. حفظت القران وانا عندي 7 سنين ما شاء الله. يعني على ما جيت تميت 7 سنين كده كنت مخلصه حفظ القران. وكنت كفيفه بقى. وكنت كفيفه. بقراها بمخ كده يعني. يعني احمد كيصل ما عدش فيه بقى لما ابقى اتواصل. يا حبيبتي. يعني في الوقت ده برضو يعني ايه حفظتيه كده سماعي؟ بمخ كده. مين اللي كان بقى بيدعمك؟ كان بيحفظني. ربنا يبارك لك. كان بيحفظني كان كفيف زي. يا حبيبتي. يعني زي ما حضراتكم شايفين الغسيل بقى، الغسيل بقى والله العظيم اهلي بقى يستغربوا لما انا شغلت الغساله وعملت كل حاجه. مسكت الزرار وقعدت اقول ما بيقول تقطع على حاجه. يا حبيبي الزرار ده اللي بيتقطع عليه هو اللي يفصل ويشغل الغساله. ايوه مسكت الزرار وقعدت العب فيه واعمل فيه وحطيت فيها شويه ميه وشغلت الزرار كده على الناشف. ايوه عرفت بقى ان ده اللي بيشغلها. من ما كانوش بيخلوكي تقربي من حاجه خايفين عليك؟ ما كانوش، كانوا بيخافوا عليا. ايوه انا اللي كنت بعمل حاجات كده تعليم كده بالمخ والخراب. بوتجاز اللي بتقولي ده هم جماعتنا ما جابوش بوتجاز لما كنا بنروح بتاع البوتجاز كانوا شغالين على البواجي. إيه انت يعني انت اللي عرفتهم طريق البوتجاز. يعني بتعملي كل الحاجات دي بقى يعني كل، والغسيل بقى بتغسليه ويطلع غسيل اما كانت غسالات من اللي هي العاديه دي والله العظيم كنت اغسل الهدوم دي 4 تفنات ما شاء الله واقعد امشي واعمل فيهم ان شاء الله اقعد اغسل فيهم يومين. المهم ان انا نضفت. يا ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا رب. يعني عندنا جيرانا هم كنا في العزله نروح احنا كنا بنتعجب بغسيل في هدوم. حتى الناس كلها معجبه بحاجتك يعني ما شاء الله. في كده خلاص بقى بتجيبي بقى وتخزنيه وقت ما تعملي بقى هتعملي. خلاص كده خلصت. خلصتي. خلاص كده. عملت النهارده عملت بكره اقوم اجهز للسنين. انا بقى الحمد لله انا بقى للالفابيت ده بكتر من بيتي يبقى طالح كانه قفيل ما شاء الله. يعني حمد اختي خدت الارنبيط اللي انا قبياه وراته الناس فيه. من فرحانه بيه. عملت الرقاق الرقاق اللي بيبطل ده بطلته على الترابيه كده اهو وجبت صينيه وحطيتها على البوتاجاز وبقيت اقص زيت واروح حاطه الرقاقه تستوي عليها. انا عجناها بالسمنه والحاجات اروح حطها تستوي وحاجه العيد بقى واعمل القرص واعمل كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحمد لله ربنا مش حارمني من حاجه الحمد لله. انت عارفه والله العظيم ان اي واحده كنت تعبانه انا اروح ما رضيتش حد يعمل لي حاجه. لما بكون تعبانه وادي حاجتي لحد يغسلها او يعمل لي حاجه والله العظيم حياتي من حرمني من عينيا بعيد عليها تاني.
يا حبيبتي، ما بتأمنيش لحد، لا انا ليكي انت لا بس. والله بنام وهم بينصحوا، سايبين جنب الحيطان تراب وناشف. يا حبيبتي لازم سايبين. بقى بتسيقي كده، بتعودي تشوفي بقى الحاجة كده. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديم عليكم النعمة يا رب. ماشي، هات الحاجة هنا عشان خاطر الإضاءة. الحمد لله. ايه انت بقى العم الحاج بيطلع ينشر لك بقى. بيطلع ينشر. بيعرف ينشر كويس؟ بتعرف تنشر كويس يعمل حاجة؟ ان شاء الله. ماشي تعالى اتفضل. كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. دورك بقى معاها بقى لما تكون بتعمل اكل، بتساعدها؟ بيساعدني وبيعمل، ولما ببقى تعبانة وعارف ان انا ما بحبش ادي اكل لحد مفصل بيعمل هو. يعمل. والله العظيم انا ما بحبش اكل من ايد حد. الا اكلها. والله. اللي اكلها هي. اما اعمل اكل عند حد ما بيدوقهوش خالص. والله العظيم ما بيرضاش يدوق. لازم من ايدك انت. ياكل لقمه بشاي، ياكل لقمه، يا اعمل اكل حلو كده. يقول لك لازم انت. خلاص بقى. انتوا كده عشره عشره بقى. اتفضلي. كنت طبعا بعمل اكل، شعري طبعا بيبقى متغطي. ما بعملش اكل لما اكون لابسه هدمه نضيفه. يا حبيبي. دي غسلها كم مره واعمل الاكل بقى هو. ولا فيش اي نتوفه شعر تبقى عريانه ولا نازله ولا كلام. يا حبيبتي انت جميله قوي والله يا حبيبتي. الله يخليك الله يخلي حضرتك. بخاف من النقط دي، فعشان كده ما كانش اكلنا في بيتنا ما بتامنش بقى. والله شد المنديل، امسح اي حاجه كده. استعمال اما التنين انا يشني كده. يا حبيبتي بتقرافي قوي. إيه انت بقى، يعني احنا عرفنا انك حافظ القران برضو. الحمد لله. هو حافظ. ما شاء الله. طيب وصوتك جميل، احنا هنسمعك بس. اي واحده يعني نسمعكوا بس كده. اتفضل. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. يعني احنا لو وقتنا كان طول كنا عايزين يعني نسمع اكتر. الله يفتح عليك يا عم الحاج يا رب. يعني قصة حب بقى، يعني الحمد لله اتكللت بالجواز رغم المعارضات. الحمد لله. يعني رغم المعارضة ورغم كده اللي انتوا ونس بعض وعكاز بعض، ربنا يخليكم لبعض. وبعدين لما كنا نيجي حد فينا يزنق من حاجة نقول ده لازم نكمل وما نفرقش المصلين فينا، ولا حد يفكر ان احنا قصرنا في حاجة ولا حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كنا بنتحدى أي مشكلة. يعني نعلم بقى الناس. يعني انا عايزه بس يعني ايه، يعني اعلم البنات، قولي لهم نصيحه بقى في الاخر كده. قولي البنات نصيحه، البنات بتوع اليومين دول والستات اللي بتقول لك مش ملزمه تربي، مش ملزمه تخدم جوزها. مش ملزمه ايه ده؟ ده كلام فاضي. هي واحده بتحس بدنيتها الا ما تربي وتخدم وتعمل كل الله حاجه الله. وتبقى ست بيت في كل حاجه وكل مكان، تثبت شخصيتها وتثبت حضرتها انها زيها زي اي حد، مش ناقصها حاجه. ربنا يعني نفسي نسمع الكلام. عندها صبر للحلو والوحش، في الوحش تبقى ماشيه وفي الحلو تبقى ماشيه، وتصبر على بيتها وعلى حياتها. والحمد لله انتوا عملتوا بيت وعملتوا شقه احمد. الحمد لله. انت بقى بتحلمي بايه ونفسك في ايه يا ماما؟ والله انا نفسي اعمل عمره. وعايزين نقابل عايزه اتمنى ان انا اقابل حضرة الرئيس السيسي، ربنا ينصره ان شاء الله. ان شاء الله يسمع لنا. انا بتمنى ان انا اقابله والله. ماشي ان شاء الله باذن الله. احنا هيدخل لنا بقى الاستاذ احمد، يعني عايزك بقى يعني ربنا يخليك ليهم. اتفضل يا استاذ احمد. ده الجميل بقى احمد ابنهم، ربنا يبارك لهم فيه. الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله.
ايه قول لي يا احمد بقى، برحب بيك والدتك ووالدك، بالنسبه لك ايه؟ طبعا بالنسبه لي هم كل حياتي، انا ماليش غيرهم وهم ماليش غير ما همش غير الحمد لله. انا مش هزيد على اي كلام اللي قالوه، سواء في اللي قدروا يعملوه او في اي حاجه عدت عليهم. ايوه طبعا فتره الحادثه بتاعتي اللي انا عملتها كانوا هم واقفين فيها بصراحه افضل من اي حد مبصر. ايوه انا قعدت اكتر من كام سنه ما بتحركش، هم اللي كانوا موجود معايا، يعني بدل ما انا اللي ابقى سند ليهم لما اكبر. ايوه يا حبيبي في عز الوقت ده هم اللي كانوا سند ليا ووقفوا فعلا واتحدوا قبل كده، هم اتحدوا حاجات كتير سواء العادات في الريف او في اي حاجه. ايوه انا بس طبعا كل اللي بدور عليه ان هم يكونوا في صحه وفي غير، يا رب يا رب لان انا ماليش غيرهم، ربنا يخليك يعني وتملى دنيتهم وتتجوز ربنا يخليك. طبعا هم قالوا دلوقتي ان هم عاوزين يقابلوا السيد الرئيس. انا طبعا والدتي وهو كانوا بيعملوا شغل خرزان وسجاد وحاجات كتير وموسيقى وحاجات كتيره جدا. ايوه كان لهم نشاطات، بس مع الاسف كان في الوقت ده ذو الهمم مهمشين. ايوه احنا ذو الهمم دلوقتي سياده الرئيس طبعا بيدعمهم. فتح السيسي ربنا يحفظه يعني، امين، اهتم بيهم شويه وظهرهم في عهده، يعني ما ظهرش دورهم غير في عهده. ومع الاسف طبعا الشغل اللي هم اشتغلوه اثباتات الاوراق والكلام ده ما بقتش موجوده، لكن هم عملوا واتحدوا وعملوا حاجات كتيره جدا زي اللي موجود دلوقتي. ايوه وحاولت اقدم لها اكتر من مره في امم مثاليه او في تقديم مقابله للريس في المؤتمرات والحاجات دي. ومع الاسف الورق ما بيتقبلش لان كل حاجه ورقه، بس احنا عندنا اهو العينه باينه وما شاء الله. هم عاوزين ورق، يعني هم يجوا يقولوا لي احنا عاوزين ورق يثبت ان هي سافرت، بس الورق بتاعها نيجي نطالب المدرسه اللي كانت فيها ما بنلاقيش. فهي بقى انتوا خلاص بقى انتوا معتمدين على ان هم اصلا خبره في كل حاجه وعايزهم فطلبك ايه يعني حاجه بتمناها تقدير، ان يكون في تقدير من الدوله في عز الوقت اللي السيد الرئيس بيقدر فيه ذو الهمم، في اي مؤتمر او في اي حاجه يكون لهم دور او اي تكريم من الدوله ان شاء الله باذن الله. هم ده اقل واجب بالنسبه لهم. اتفضل. لانك لان حقيقي بتمنى تعبوا جدا، وانا شايفهم ان هم تعبوا جامد. ايوه على مدار اكتر من ال 30 سنه بتاع فتره الجواز، قبل الجواز ربنا يديهم الصحه ويرضوا ربوا اخواتهم. ربوا اخواتهم وجوزوا في اخواتهم واشتغلوا وسافروا وعملوا حاجات كتير، وبيسافروا مصر لوحدهم كمان. على طول مصر لوحدنا، ورحنا 6 اكتوبر وهنا ورحنا العاشر من رمضان. بتروحوا لوحدكم انتوا والحاج؟ احنا بنتولد كمان. وكنا نروح ونيجي لوحدنا وكل حاجه. هم لو حافظين المكان بيمشوا لوحدهم من غير ما حد يعتمدوا على حد، بيروحوا كل يعني حاجة. انا عايزه بقى يعني طلباتكم، طلبكم في الاخر يعني عشان ان شاء الله في الاخر ان احنا نقابل الريس ان شاء الله، وان احنا يعني لو في عمره نفسي اعمل عمره ان شاء الله باذن الله. يا حبيبتي يجي لك اللي انت عايزاه، ربنا يجيب لك الرزق والخير يا رب. امين يا رب يسمع. امين. اتفضل. ربنا يروي الحال ويسترها ونشوف نشوف ابننا شغال في مصلحه حلوه، ربنا يجعله خير ان شاء الله باذن الله. قدمت ان شاء الله بقى. مقدم له في الشركه بتاعتي لغايه الان، محتاج اني لو يشغلوه تبع الحكومه بتاع العاملين دول. يا احمد في ناس بتقول لك خد بالك منهم يا احمد. في ناس بتعلق لك بتقول لك خد بالك منهم يا احمد، ربنا يخليك ليهم. ايه رايك في احمد يا حاج؟ والله يا الله انا عايز اقول لك حضرتك على حاجه. ايه رايك في احمد؟ طمني. ده انا ما شفتش حنيته. ربنا يخليه لكم. حنين علينا جدا وبيخاف علينا جدا. هو ده الحاجه الحلوه اللي انت اللي طلعت دي بذره الحب بتاعك. والله بيحبنا قوي قوي ان شاء الله، ومراته ان شاء الله تكون احسن. لان هم كويسين من الاول. ايوه يستاهلوا كل حاجه. ما اقدرش ان انا اكون وحش. يا حبيبي انت بقول لهم هم فين. وكبروا ويعني وعلموا ما شاء الله. واحمد خريج جامعه يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. عملوا كتير على انا يا مصيرتي بابني ده ايام ما كنت احنا كنا نتمنى والله السعاده والجنه. كنت خايف انام لا صدر يكبس عليه ولا حاجه يا حبيبي، وكنت خليني صاحيه لحد ما هو ينام. يعني انا كنت سعيده معاكم النهارده. اجمل قصه حب على مدار 35 سنه نقدر نقول، وانتصر الحب. هو انتصر الحب. انت كنت بتقولي بعد ما اتجوزنا سمعت سمعتها تمسيت وانتصر الحب.
فاحنا يعني بالحب هنعيش ان شاء الله والنور في قلوبنا، وانتوا يعني حاجه يعني بركه محافظه المنوفيه، وان شاء الله باذن الله صوتكم يوصل وتقابلوا سياده الرئيس. يا رب ده اهم حاجه يعني حقيقي، ده النقطه اللي اتمنى ان حد يشير الجزء ده بالذات، لان هم تعبوا في طلبات كتير ان يقابلوا الرئيس، وبشوف ان هو المفروض بيقابل الناس بالذات بيقابل او بيهتم يعني في العصر ده يعني انا بشوف ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنطلب ايه؟ هي دي امنيه من امنياتها بصراحه، الحب فيه مش علشان اي حاجه، هي الحمد لله مش محتاجين حاجه، بس حب فيه هو. ماشي ان شاء الله باذن الله. احنا متابعينا متابعي كبير ميديا، كنا معاكم من محافظه المنوفيه، واشهر قصه حب يعني يا ربنا يخليهم لبعض. شكرا، بنشكركم على حسن المتابعه. ونورتينا اميره، منوره بيك، نورت البيت النهارده، ربنا يخليك. انا اسفه اني طولت عليك. لا والله يا فندم، بس هو اللقاء جميل والله. نورت البيت والله يا حبيبتي، ربنا يخليك يا امي، ربنا يخليك. كنت بحلم بالحلم دون اني يعني انا عندي حماية الله يرحمه، كان لما كنت اروح لهم زياره والله العظيم الحاجه المستخبيه يقول لي اللي انا ما بقولهاش لبنات السته بقولها لك يا حبيبتي. يعني انت تنحب وتدخلي القلب يا ماما كريم. انا يعني هم يعني هم ما كانوش عاوزين، فالحمد لله. متابعي موقع ابو كبير ميديا، كنا معاكم من محافظه المنوفيه، بنشكركم على حسن المتابعه. متشكره قوي 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 قوي، شكرا، مع السلامه. الحمد لله على نعمه الله.